يا الله يا عزيز يا رازق يا غني يا سلام يا الله. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق. يا الله يا عزيز يا رازق يا غني يا سلام يا اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق. يا الله يا عزيز يا رازق يا غني يا سلام يا الله. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان
وبركة في العمر وصحة في الجسد وصحة في الجسد وسعة في الرزق. يا الله يا عزيز يا رازق يا غني يا سلام. يا الله اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وصحة في الجسد وسعة في الرزق. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وصحة في الجسد وسعة في الرزق. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وصحة في الجسد وسعة في الرزق. يا الله يا عزيز يا رازق يا غني يا سلام. يا الله اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وصحة في الجسد وسعة في الرزق. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وصحة في الجسد وسعة في الرزق. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وصحة في الجسد وسعة في الرزق. يا الله يا عزيز يا رازق يا غني يا سلام. يا الله اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وصحة في الجسد وسعة في الرزق. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر
وصحة في الجسد وصحة في الجسد وسعة في الرزق. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وصحة في الجسد وسعة في الرزق.